يا مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا معاكم حلقه جديده السادسه. بدايه تحياتي لكل الاهلاويه اللي بيتابعونا، وان كان الحقيقه طبعا مباراه مصر النهارده يمكن شد الاضواء وكل المصريين بيتابعوها شوط اول، خليني اقول كده للنسيان. ربنا سبحانه وتعالى كان لطيف بالمصريين اللي موجودين في مدرجات الملعب واللي راحوا يشجعوا المنتخب، وكان لطيف ب 100 مليون غير راضيين الحقيقه على مستوى المنتخب. لكن زي ما بيقولوا في القضاء كده الحكم بعد المداوله، نستنى شوط تاني متوقع يكون في فارق كتير جدا في مستوى منتخب مصر. اراهن على مستوى اللياقه البدنيه عندنا، اراهن كمان على بعض التغييرات اللي ممكن تعيد المنتخب للحياه. يعني المنتخب الحقيقه كان غايب طول الشوط الاول، ومحمد الشناوي هو نجم الشوط الاول بدون منازع، نجح في التصدي لكورتين. يعني انا في تقديري ان هم اهداف مؤكده، والعارضه والقائم تكفلوا بالكره الثالثه، لكن المنتخب ما جاش. يعني ما فيش، كل اساسيات الكره مش موجوده، لا تحرك بدون كره، لا تسليم وتسلم، لا سرعه في البنى الهجمات، لا خطوره على المرمى، لا تسديدات بين الثلاث خشبات. يعني باستثناء كره او اتنين ظهر فيهم المنتخب في الشوط الاول على مدار 45 دقيقه، تقدر تقول كده انه منتخب مصر ما وصلش لارض الملعب. على كل الاحوال هنتابع مع حضراتكم وكلامنا كله في حلقه النهارده عن تحليل مباراه مصر والاردن. كل التوفيق لمنتخبنا، ما نقدرش نتمنى غير كده، وشوط تاني يكون افضل بكتير ومراحل من الشوط الاول. كلامنا في السادسه النهارده هنقول لحضراتكم اخر تطورات قصه التعارض اللي حاصل بين كاس امم افريقيا وكاس عالم للانديه وايه المستجدات فيه. هنتكلم كمان على استعدادات الاهلي لسوبر افريقيا اللي مفترض ان شاء الله هيتلعب يوم 22 في قطر، وهيجمع بين الاهلي ورجاء كازابلانكا، لانه خلاص الميعاد تاكد بشكل نهائي، والرجاء حل مشكلته مع مشكله اغلاق المجال الجوي وفكره الطيران، وتم خلاص الاتفاق على انه هيكون في طياره خاصه تنقل فريق الرجاء، اللي بالمناسبه اقول لحضراتكم برضو يختلف كثيرا عن نسخه الرجاء اللي فازت بالكونفدراليه، الفرقه يعني فقدت اثنين من اهم لاعبتها. هكلم حضراتكم في كل التفاصيل، وممكن طبعا على صفحاتنا على السوشيال ميديا تتابعوا اخر التطورات والمستجدات فيما يتعلق بالملفين دول. خليني اقول لحضراتكم وابدا معاكم حلقه النهارده باهم العناوين والاخبار. الاهلي يطالب اتحاد الكره بتحمل مسؤولياته في ازمه تعارض مونديال الانديه وكاس الامم. برنامج خاص لتجهيز احمد عبد القادر للسوبر الافريقي. ابو عبله يعلن سلبيه مسحه عمار حمدي. وضغط انجليزي لتأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية في يناير. منظمة الصحة العالمية توجه رسالة شكر لمحمد صلاح بعد تصريحاته عن لقاح كورونا. ورسميا صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكرة الكاميروني. طيب نبدأ مع حضراتكم النهاردة أول موضوعاتنا، وهو طبعا المشكلة أو الأزمة الأساسية المتعلقة بالتعارض ما بين كأس أفريقيا وكأس العالم للأندية. واحد، الأول بس أقول لحضراتكم، أي حاجة حضراتكم قالتوها على مواقع التواصل أو اتكلم فيها وسائل الإعلام بخصوص إيجاد حلول غير واقعية وغير حقيقية على الإطلاق. يعني لغاية اللحظة دي اللي بكلم حضراتكم فيها، لا الفيفا غير او اعلن انه بيفكر يغير مواعيد كاس العالم للانديه، ولا الاتحاد الافريقي اعلن او فكر حتى طرح فكره انه يتم تقديم بطوله امم افريقيا. فبالتالي الوضع زي ما هو منذ بدايه الازمه، ده نمره واحد. نمره اثنين، طبعا هي مش اول مره يتواصل فيها الاهلي مع اتحاد الكره في مصر، لكن النهارده تحديدا إدارة النادي أرسلت خطاب للاتحاد المصري لكرة القدم بيطالب فيه الاتحاد أنه يقوم ويتحمل مسؤولياته، وأنه من ناحيته يعمل على حل المشكلة اللي بتواجه طرفين. الطرف الأول هو المنتخب الوطني اللي هيشارك في بطولة الأمم الأفريقية في الكاميرون في الفترة من 9 ونتمناها طبعا إلى 6 فبراير. 6 فبراير هو ميعاد النهائي، وليه لأ؟ من حقنا كمصريين نحلم أن منتخبنا يوصل للنهائي، وهو سيناريو وارد، وهو بطل ومرشح، وهو حامل الرقم القياسي في عدد بطولات امم افريقيا. وكمان من ناحيه تانية النادي الاهلي المصري اللي مش بس بيمثل نفسه، لا هو بيمثل مصر وبيمثل القاره الافريقيه كلها لما هيخوض طبعا بطوله ماتشاته في بطوله كاس العالم للانديه في الامارات في الفتره من 3 لغايه 12 فبراير.
يمكن من فترة طويلة فكرة المشكلة اللي ظهرت بسبب تعارض المواعيد بين البطولتين، والأمر ده هيترتب عليه عدم قدرة المنتخب الوطني على الاستعانة باللاعبي الأهلي الدوليين في كأس الأمم الأفريقية. ده الحل، أو الحل الثاني هو ده الحل الثاني، الأهلي يفقد تقريبا فريق كامل من لعيبته، وخصوصا أن النادي الأهلي مش بس هيفقد لعيبته اللي بيلعبوا مع المنتخب الوطني، لا كمان هيفقد اللعيبه المحترفين زي علي معلول، زي اليو ديانج، زي بدر بانون اللي بيلعبوا مع منتخبات تونس ومالي والمغرب في نفس البطوله. كمان الحقيقه في نقطه تانية مرتبطه بقواعد البطوله الخاصه بكاس عالم الانديه، الاتحاد الدولي هيحدد مواعيد نهائيه ملهاش علاقه بقى بالمنتخب المصري هيروح لغايه فين في البطوله من عدمه. المواعيد النهائيه دي مطالب فيها الانديه اللي هتشارك في البطوله انها تسلم القوائم النهائيه للاتحاد الدولي باسماء اللاعبين اللي هيحق ليهم مشاركه في بطوله كاس العالم للانديه. ويمكن في نفس الخطاب كمان الاهلي قال انه خاطب الاتحاد قبل كده، اتحاد الكره المصري، اكتر من مره ومن فتره طويله جدا عشان يتدخل ويحاول يحل المشكله ويحقق مبدا تكافؤ الفرص سواء للمنتخب الوطني من ناحيه اللي بالتاكيد طبعا الاهلي عمره ما تاخر عليه، وبالنسبه للنادي الاهلي اللي بيمثل مصر وافريقيا زي ما قلنا لحضراتكم، لكن حتى اللحظه النادي ما تلقاش اي رد ايجابي من اتحاد الكره تجاه المشكله. النقطه الثانيه طبعا واللي مش محتاجين نتكلم فيها ودي يمكن اشار ليها النادي الاهلي في خطابه، انه على مدار التاريخ كله الحقيقه الاهلي هو الداعم الرئيسي لكل المنتخبات الوطنيه، وفي الاطار ده عمر النادي الاهلي ما تعامل بشكل رسمي. حضراتكم عارفين انه في لوائح الفيفا اللي بتنظم تعامل وقواعد استدعاء اللاعبين المحترفين لمنتخباتهم. الاهلي ابدا عمره ما في فتره من الفترات، ما حدش يعني ما اعتقدش انه ممكن حد يلاقي وقعه واحده الاهلي فيها تعامل بهذه القواعد او بهذه اللوائح مع المنتخبات المصريه في مختلف الاعمار وفي مختلف البطولات. بالعكس الاهلي داعم رئيسي للمنتخب المصري، ومشكلة الأهلي أبدا مش مع المنتخب، مشكلة الأهلي مرتبطة بالفيفا وبالاتحاد الأفريقي اللي ما حطوش في الاعتبار مصلحة الأندية المشاركة. وأعتقد أنه مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بدون 11 أو 12 لاعب أساسيين هم قوام أساسي ورئيسي في النقطة دي، أعتقد أنه بيخل بمبدأ تكافؤ الفرص بشكل كبير جدا. وأعتقد كمان وخليني أتابع مع حضراتكم، أنا هعرض لحضراتكم على الشاشة، أنتوا عارفين القرعة طبعا حطت الاهلي في طريق او مونتريه في طريق الاهلي في بدايه البطوله. اللي قدام حضراتكم دي صوره من اجنده الفيفا لتصفيات الكونكاكاف لكاس العالم. خدوا بال حضراتكم انه مونتريه المكسيكي عنده في قوام فرقته تقريبا 7 لاعبين دوليين، من الوارد جدا انه يتم استدعائهم لماتشات بلادهم في تصفيات كاس العالم في نفس توقيت بطوله كاس العالم. انا مش فاهم، يعني ممكن يكون فكرة وكلام هنا يعني الحقيقة بحط المسؤولية الأولى على الفيفا، ممكن تكون فكرة أنك الفيفا مش مهتم قوي بقارة أفريقيا أو مش مهتم قوي بممثل قارة أفريقيا في كأس العالم للأندية، ما يفرقش معاه يروح بلاعبته يروح من غير لاعبته، ممكن يكون مش مهتم قوي بكأس أمم أفريقيا وعايز يلغيها. لكن اللي مش قادر افهمه ازاي الفيفا، يعني التعارض هنا بين جهتين مسؤولين عن تنظيم البطولتين، بطوله كاس امم افريقيا وبطوله كاس عالم الانديه، دي الفيفا مسؤول عنها ودي الكاف مسؤول عنها، الاتحاد الافريقي مسؤول عنها. لكن لما يكون في حاجه بينظمها الفيفا ويبقى في او حاجتين بينظمهم الفيفا، الجهه المسؤوله عن تنظيمهم هي الاتحاد الدولي لكره القدم، ويكون في بينهم تعارض، ده مش مفهوم. ازاي المكسيك وتشيلي وكوستاريكا والثلاث دول دول فيهم لعيبه في فريق مونتريه المكسيكي ممكن جدا يتم استدعائهم في تصفيات كاس العالم زي ما حضراتكم شفتوا كده؟ المكسيك هتلعب يوم 2 فبراير في المكسيك في قاره امريكا الشماليه، تمام؟ هتلعب مباراه في تصفيات كاس العالم امام بنما. المنتخب المكسيكي في قوامه الاساسي بيضم 5 لاعبين من فرقه مونتريه المكسيكيه، بالإضافة للاعب محترف من كوستاريكا على ما أتذكر ولاعب تاني محترف من تشيلي، هيلعبوا مع فرق بلادهم برضو في تصفيات كاس العالم اللي بينظمها الفيفا يوم 1 فبراير. فأنت بتكلمني عن واحد هيلعب ماتش في مكسيك يوم 2 فبراير، إزاي يلحق يلعب ماتش في قطر يوم 5 فبراير؟ طبعا السيناريو ده أسهل بكتير جدا من سيناريو الأهلي،
يعني سيناريو الاهلي بتتكلم انه مصر لو وصلت النهائي هتبقى بتلعب يوم 6 فبراير مباراه فاينل افريقيا، قبلها بيوم الاهلي مطالب يلعب اصعب مباراه ليه في كاس العالم. انا بشوف مباراه مونتري اصعب مباراه لينا، يعني لو تخطينا مونتري في المكسيك في كاس العالم انديه في المكسيك ورحنا بعد كده نقابل بالميراس، لا المعنويات هتبقى غير، الدوافع هتبقى غير، قصه ثانيه خالص. تجاوز الاهلي لعقبه مونتري في، ومونتري فريق محترم جدا وفريق صعب جدا جدا الحقيقه. فبالتالي اصعب مباراه للاهلي يوم 5، من الوارد جدا ان لعيبه الاهلي الدوليه تكون موجوده في الكاميرون يوم 6. ازاي؟ ينطبق الامر على لعيبه تشيلسي حكيم زياش وادوارد مندي، ينطبق الامر على 7 لاعبين من فريق مونتري المكسيكي. فبالتالي ازاي الفيفا يعني على اي اساس؟ يعني ايه شغل الجزر المنعزله ده؟ ازاي تبقى بتنظم تصفيات كاس عالم في امريكا الشماليه وتحط ماتشات يوم 2 لمنتخب المكسيك وانت عندك بطل المكسيك مشارك في كاس عالم انديه هيلعب في قطر يوم 5؟ حاله من حالات العك اللي مش مفهومه الحقيقه، وكانك بتتكلم على دوره رمضانيه مش اهم بطوله على مستوى الانديه في العالم. هعدي سريعا مع حضراتكم على بقيه اخبارنا، بدايه اطمنكم على احمد عبد القادر لانه احمد كان اشتكى من اصابه في العضله الضامه. الدكتور احمد ابو عبله جهز برنامج تاهيلي عشان احمد ان شاء الله يكون جاهز ويكون موجود مع الفريق قبل مباراه الرجاء في قطر في نهائي او في سوبر افريقيا. خليني اقول لحضراتكم كمان، هو احمد يمكن ما لعبش المباراه النهارده، الاهلي بيلعب مباراه وديه امام طلائع الجيش واحمد ما شاركش فيها عشان طبعا يعني تجهيزه او محاوله تجهيزه عشان يكون مع الفريق ان شاء الله في مباراه السوبر. كمان دكتور احمد ابو عبله بيطمنكم على عمار حمدي لانه كان في شكوك كتيره جدا وبعض التسريبات كده او الاشاعات، مش هقول تسريبات، انه مروان اصيب انه عمار اصيب بكورونا. لا الحمد لله هو اشتكى من نزله برد خفيفه وتم اجراء مسحه طبيه ليه والحمد لله طمنا على عمار وجات نتيجه العينه بتاعته سلبيه. من عمار اروح مع حضراتكم ل الضغوط الانجليزيه، انجلترا كمان مش راضيه عن كاس افريقيا وكان العالم كله اجمع ان البطوله دي ما تتلعبش يا جماعه وخلصونا من الصداع ده، فرق كتير جدا اهمها تشيلسي واهمها ليفربول والاثنين خدوا بالكم في منافسه قويه جدا بينهم على لقب البطوله مع مانشستر سيتي طبعا. خلال الفتره من 9 ل 6 فبراير الفرق دي هتتحرم من نجومها الاساسيه من مشاركتهم في البريمير ليج، مفترض يكون في الفتره دي فتره بطوله افريقيا ثلاث ماتشات مهمة جدا لكل فريق وبالتالي هم بيضغطوا في محاولة منهم ان هم ينجحوا في تأجيل بطولة. على كل الأحوال الأيام اللي جاية هتكشف بشكل كبير جدا على آخر التطورات. خلينا نروح لفاصل سريع وارجع لحضراتكم. هي مش بس كمان قصه تراجع القيمه التسويقيه، لكن فكره انك انت تكون نجم النجوم، واحد من اهم الاسماء في فرقتك وبالتالي الفرقه كلها بتلعب وانت محور طريقه اللعب دي، حاله التالق حاله التوهج دي مش مضمون استمرارها دايما في حاله انتقالك لفريق تاني، وعندنا امثله كتيره جدا مش بس مثلا زي ما شفنا نجم بلجيكا ونجم تشيلسي السابق ايدن هازارد اللي راح ريال مدريد وتقريبا ما شفناهوش من ساعتها. ممكن اقول لك امثله كتيره جدا، فيليبي كوتينيو مثلا نجم البرازيل ونجم ليفربول كان واحد، لما راح صلاح لليفربول كان كوتينيو يمكن يكون اهم نجم في الفرقه، كوتينيو راح بعدها للبارسا ومن البارسا راح للبايرن ومن البايرن رجع للبارسا ومحدش داريان ولا حد حاسس بكوتينيو. جريزمان في البارسا من اتلتيكو نجم النجوم الاتلتي راح لبرشلونه وبرده محدش حس بيه. كريستيانو رونالدو من ريال لليوفي نفس الحكايه، عثمان ديملي من دورتموند
بارسا نفس الحكايه، وبالتالي دايما الخطوات دي بتبقى فيها حسابات كتيره جدا، وده دايما اللي بحطه قدام عيني لما بتكلم على انتقال محمد صلاح لفريق تاني، حسابات كتيره جدا بتدخل في الموضوع، والنجاح مش دايما الحقيقه مضمون. خلينا نروح للحريف وافكر حضراتكم بحلقه السبت اللي فات في السادسه، كان نجمنا والحريف معانا كان واحد من اهم نجوم النادي الاهلي طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ، وطلبت منكم بعد ما استمتعنا ابو السيد الحقيقه كان يعني ملعلع في خط نص النادي الاهلي وجاب اهداف كتيره جدا، منها اهداف ملعوبه ومنها اهداف مهمه، طلبنا منكم تختاروا افضل هدف احرزه سيد عبد الحفيظ في مشواره مع النادي الاهلي. تعالوا نشوف جمهور النادي الاهلي اختار ايه. يستفيد منها الاهلي من ساندي شادي محمد في دائرة وسط الميدان، والتسديدة مباغتة وهدف التعادل، هدف التعادل للنادي الاهلي، كانت كورة مباغتة جدا، لوب يرفع الكورة بالحارس الزوبي، التوقيت 31 دقيقة لعب في زمن الشوط الثاني، فرحة كبيرة جدا في جماهير الاهلي وفي اللاعبين وبنك الفريق، 1-1 في الاعادة سنستفيد من صاحب هدف التعادل، وائل جمعة يخرج الكرة ترجع من الدفاع وليد عزيز، وأظنه سيد عبد الحفيظ، سيد عبد الحفيظ إغالة الحارس الزوبي، 1-1 هدف في وقت مهم جدا للأهلي، هذه فرحة الجماهير المصرية والأهلوية. إذا سيد عبد الحفيظ 1-1 صاحب هدف التعادل، سيد عبد الحفيظ. الجون ده يعني ليه ذكريات خاصة جدا معايا، التاريخ 17/11/2001 ما بنساهوش، والهدف ده موقعة الأهلي والترجي في رادس، مباراة لا تنسى، والهدف ده على الرغم ان هو الحقيقة هدف حلو جدا وكان مهم جدا للنادي الأهلي ان يحقق نتيجة إيجابية في رادس، لكن ده هدف في منتهى الصعوبة، ما يغركش الكورة، يعني أنت لما تشوفها كده وتستمتع بيها يتهيأ لك إنها كورة سهلة، لكن عشان لعيب أساسا يبقى كاشف المرمى في الحتة دي من الملعب ويبقى شايف إن الجون طالع لقدام وإن الكورة لما الدفاع يشتتها وتجيله في الحتة دي يفكر يلطشها كده بوش الرجل من المكان ده فتروح بالدقة دي في جول الترجي، دي كورة في منتهى الصعوبة وما يعملهاش غير لعيب كبير جدا، وسيد الحقيقة كان لعيب كبير. مين بقى حريف النهارده؟ ده اللي هنعرفه مع حضراتكم حالا. دايما بتشغلني حاجه كده، يعني اللعيبه اللي بيلعبوا كره برجلهم اليمين كتير، بس الحريفه منهم مش كتير قوي، طبعا اغلبيه لعيبه الكره بتلعب برجلها اليمين، فطبيعي جدا انه الحريفه فيهم يبقوا استثنائيين، لكن اللي بيلعبوا بالشمال تقريبا كلهم لازم يكونوا حريفه، ومش عارف ليه كمان لازم يكونوا شويطه، يعني هل الشمال فيها حاجه في الميكانيزم بتاعها معينه؟ يعني ما مش ممكن تتخيل اسم جه لعب برجله الشمال الا ما غالبا هتلاقيه كان حريف، يعني عنده حته المهاره والحرفنه دي عاليه، وعنده قدره كمان على التصويب والتسديد بقوه وبدقه، دايما اللي بيلعبوا برجلهم الشمال فيهم دايما الحته دي. ونجمنا النهارده في السادسه حريف النهارده كان واحد من دول، حاجه كده كوكتيل من ريفالدو على ادريانو، النسخه المصري طبعا، لكنه كمان كان واحد من أصحاب التجارب الاحتراف الناجحة، وبداية طبعا واحد من جيل 90 اللي وصل لكأس العالم مع الجنرال جوهري الله يرحمه، ومن بعدها تألق واحترف في الخارج وقدم مشوار احتراف في عدد كبير جدا من الدول والدوريات، بس أنجحهم كان مع باوك اليوناني، وكان واحد من أساطير الكرة المصرية في اليونان، وكان تقدر تقول كده عليه معبود الجماهير لغاية لما رجع مصر ولعب مع النادي الأهلي وحقق عدد كبير جدا من البطولات. حريفنا النهاردة في السادسة كابتن مجدي طلبة، تعالوا نشوف أرقامه ومشواره وحكايته مع النادي الأهلي ونرجع نستمتع بلقطاته في الملعب.
كل حاجة هتحتاجها في المركز ده هتلاقيها في مجدي طلبة. أنت عايز إيه من لاعب وسط مهاجم غير القدرة على الاختراق والقدرة على صناعة الفرص لزمايله؟ ويا سلام كمان لو كان هداف، ومجدي كان هداف كبير جدا. تعالوا نستمتع مع حضراتكم دلوقتي بمجموعة من لقطات مجدي في الملعب. زي ما قلت لكم الحقيقة لعيب كان مهاري وكان سريع وكان قوي وكان كمان عنده قدرة على التصويب. ده هدف من النوادر بالنسبة لمجدي طلبة، لأنه أغلب أهداف مجدي كانت دايما برجله الشمال، وهي كانت رجل شمال عارفة طريقها للمرمى. دي واحدة من الكور الثابتة اللي من منطقة تقريبا شبه ميتة، محطوطة على طول في الزاوية البعيدة، جول طبعا للنادي الأهلي. لعب مع الأهلي زي ما قلت لكم يمكن ثلاث مواسم، لكن ثلاث مواسم كانوا في فترة يعني مزدهرة جدا. حقق في الثلاث مواسم دول عدد من البطولات، يعني بتهيألي ثلاثة دوري حققهم، البطولة العربية والسوبر العربي. بص الجول ده، بص الجول ده، بص الترقيصة في, في, في القرار هنا. ده يأكد لك أنه مجدي لعيب عنده حلول. أنا دايما بحب اللعيب اللي يقدر يوجد حلول للفرقة، ومجدي كان واحد من اللعيبة دي. خد القرار، رقص في مساحة ضيقة جدا، والتصويب على طول واحد من الأهداف الملعوبة الحقيقة لمجدي طلبة. ما انساش طبعا مشاركته في، ما بقدرش انسى دايما لأي لاعب مشاركته في كأس عالم 90. كان كأس عالم 90 يمكن مختلف شوية عن كأس العالم اللي لعبناه من في روسيا من سنتين، لأنه سنة 90 كانت أول مرة يوصل فيها المنتخب المصري لكأس العالم بعد إيه؟ بعد حاجة و50 سنة، حاجة و50 سنة تقريبا. فما كناش شفنا منتخب مصر في كأس العالم، لا. ومجموعتك كان فيها مين؟ كان فيها انجلترا وهولندا. وهولندا مين؟ هولندا بطلة العالم. وانجلترا مين؟ انجلترا اللي اخترعت لعبة كرة القدم. فالذكريات بتاعتها التعادل بتاع هولندا في أول مباراة، العرض كمان اللي قدمناه قدام هولندا، فرانك ريكارد وفان باستن ورود خوليت وبروكلين، يعني تكلم على بطل أوروبا، كان عرض محترم جدا ورائع جدا. لكن ما اقدرش كمان انسى انه الحقيقه، ويمكن اللقطات دي هتشوفوها المجدي في هو لعب في قبرص ولعب في اليونان ولعب اعتقد في صوفيا البلغاري. مرحله التوهج الكبيره جدا كانت في اليونان مع باوك اليوناني. وباوك طبعا انتوا عارفين باوك من اشهر او اكبر الانديه هناك، وقدر يحقق معاه عدد كبير جدا من البطولات. وبقى خليني اقول لحضراتكم بقى نجم من نجوم الكره في اليونان، يعني مش بس اكتفى بانه كان لاعب مهم في فرقته، لكن الحقيقه يعني لما يوصل لاعب محترف ان كل الجماهير تبقى بتقوله او بتشبه في الوقت ده. طبعا كان مارادونا هو النجم الاهم في العالم كله، فتدي له لقب مارادونا في اليونان، ده يقول لك قد ايه مجدي طلبة كان لاعب مهم جدا وموهوب جدا في تجربته في اليونان. طبعا دي لقطاته مع النادي الاهلي زي ما حضراتكم قلتوا. الجيل ده الحقيقه كان فيه حريفه كتيره جدا في النادي الاهلي، يعني بفتكر طبعا مع مجدي طلبة كان كابتن وليد صلاح الدين، ده الهدف اللي لعبناه لحضراتكم من شويه، واحد من اروع الاهداف اللي حطها مجدي سواء في مشاركته مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر او مع مشواره الاحترافي في اليونان وبلغاريا. كان الحقيقه واحد من اهم اللاعبين دايما واللي تقدر تبني عليه خطه في فرقتك. طيب زي ما عملنا مع كل حريفه في السادسه، خليني اسال حضراتكم من وجهه نظركم احلى واجمل هدف احرزه مجدي طلبة في مشواره، مش بالضروره بس من اهدافه اللي احنا عرضناها لحضراتكم. لو حد كمان شايف اهداف ثانيه يا ريت ابعتها لنا، ونعلن النتيجه على حضراتكم الاسبوع الجاي من الحريف في السادسه. ده كان حريفنا النهارده مجدي طلبة، واحد من اساطير خط النص في النادي الاهلي. في التسعينيات مجدي طلبة كان حريف الاهلي النهارده في السادسه. اروح لفاصل سريع ارجع الاقي يا ابو صلاح مسجل طبعا هدف تقدم لليفربول ركله جزاء. اما الوضع في قطر بين مصر والاردن فكما هو لا تغيير.
خليني الاول طبعا ارحب بضيفي النهارده في سادسه كابتن ضياء عبد الصمد نجم النادي الاهلي سابق. هنتكلم اكتر على ماتشات منتخب مصر في البطوله، وبالتاكيد طبعا هيكون لينا واقفه مع ماتش الاردن النهارده. بدايه كابتن ضياء مساء الخير ومنور الدنيا في السادسه على شاشه الاهلي. ربنا يخليك يا ابو حميد، مبسوط اني موجود معاك، وان شاء الله يكون بدايه كويسه لمنتخب مصر في الادوار الاقصائيه ان شاء الله. من هنتابع ان شاء الله باذن الله مع حضرتك النهارده. الناس بدايه خليها ابتدي ماتش الجزائر، يعني الناس كانت حست ان المنتخب ابتدى يقف على رجله مع كارلوس كيروش، قدم عرض نوعا ما يعني افضل من كل عروضه السابقه، خصوصا انا كنت بقول انه من فتره طويله ما شفناش المنتخب المصري في مواجهه منتخب في نفس المستوى او في نفس القوه. الجزائر يمكن اقوى لقاء خاضه المنتخب المصري مع مستر كيروش، ورغم كده ادينا شوط تاني كويس، لكن يبدو ان الموضوع اختلف النهارده. يعني على الاقل في الشوط الاول اللي انا تابعته واللي حضرتك تابعته واتفرجت عليه، من وجهه نظرك ايه التباين او سبب التباين ده؟ بص يا احمد، هي القصه عندنا ان الفرقه ما كانوش عايزين يقابلوا غير الاردن. احنا كنا عايزين ناخد مركز اول على اساس ان احنا نقابل الفرقه الاضعف من الاول المجموعه. ماتش الجزائر دي بدايه حقيقيه لمنتخب مصر، يعني لو قلنا مباراه اول حاجه كانت لبنان وبعدين السودان، دول خارج التوقع تماما. خلينا نتكلم بكل امانه، يعني تمام، ما لهمش علاقه تماما بمستوى منتخب مصر. الطيب الثاني في الجزائر واضح قوي ان احنا برضو احمد معلش عندنا مشكله، والمشكله دي انا شايفها ازليه لغايه دلوقتي. المشكله دي ان احنا بطاق جدا في التحضير، ومش التحضير ان انا ببدا من تحت لغايه ما اوصل لغايه اللاين فيرود اطلاقا. انا بتكلم في الاستلام والتسلم والتفكير قبل ما 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 ما, ما, ما بلعب كوره، يعني قبل الكوره بتجيلي ده لازم الشغل على الحته دي. الجزائر اتفرج عليها، لا فرقه بتلعب وان تاتش السهل الممتنع، ايوه واحد على واحد، خلاص ماشي اوكي، بستلم وبحضر وعدي واخش واعمل اللي عايز اعمله. لكن الطبيعي بتاعنا كلنا مشكلتنا في منتخب مصر حتى في الانديه تستلم تهدى تبص تفكر تبدا تقول انا هعمل ايه، ودي مشكله. ايوه انت الكره تجيلك الاول وبعد كده تشوف بقى. انا ده اللي اقصده في التحضير بالظبط. انا بتكلم افكر بقى هعمل ايه بعد ما جات لي، وان المفروض دوت لازم نشتغل عليه، وده هيحتاج وقت كبير جدا مننا. انا ما اقدرش احكم على كروش دلوقتي، يعني كروش دلوقتي لما تيجي تتكلم عليه الراجل هنقول في نطاق انه بيشوف، هو حط 40 اسم تمام عشان بتقولها تصفيات افريقيا تمام، وهيختار 23 او منهم 27 او 28 5 اوكي معاه، لكن انا بتكلم على الشكل. انا لازم يبقى ليا شكل، انا كمنتخب مصر انا لازم يبقى ليا شكل. يعني معلش افهم من كلامك انه كيروش لا يسال عن شكل ومستوى منتخب الفتره مصر. دي اطول فتره هيقعد فيها كيروش مع منتخب. هو مبدئيا يعني أعتقد. لكن الاساسيين بتوعك كام واحد اساسي معاك انت بره؟ عندك ايه 5 6 او 7 دلوقتي بعد اصابه اشرف، وبعد اصابه حجازي، وبعد خروج مين يا ربي مين الباك رايت اكرم توفيق، اكرم توفيق عشان انذار تاني تمام. اضيف ديف بقى تريزيجيه، ضيف صلاح، ضيف كام لاعب، مرموش، مصطفى محمد، وعندك في نص الملعب النني، يعني عندك 6 7 دول من القوام الاساسي لمنتخب مصر. طب انا هبدا انا احط بصمتي ككروش امتى دلوقتي؟ ما لازم يبقى ليك شكل ابدا اشتغل بيه. انا بلعب 4 3 3 اوكي، بحط حتى لعيبه في مراكزها ما اعرفش هو وجهه نظره ايه. طب ما تخليني اسهل عليك الدنيا، طب ايه البصمات اللي شفتها لكيروش لغايه دلوقتي؟ بامانه يعني ايه حسيت يعني عن منتخب مصر دلوقتي؟ انا لسه كنت بتكلم فيه حالا دلوقتي. انا مش حاسس بفرق، خلينا نتكلم. انا مش حاسس بفرق، ايه الفرق انا حاسس بيه؟ معلش يعني انا بلعب الاردن على الورق، ايه العلاقه بين منتخب مصر والاردن من هنا لغايه الصين؟ انا بتكلم ككوره معلش، مع احترامي الكبير لفرقه الاردن، مع احترامي الكبير لكل الفرق، انت بتتكلم بمصر والاردن يعني 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 المفروض الصف الثاني او الثالث عندي لا يبقى حاجه ثانيه قوي يا احمد معلش. انت بتتكلم في الجزائر، معلش انا لازم اتكلم في الموضوع دوت. الجزائر عندك فرقه محترمه منظمه عليها شكل، الفرقه بتلعب بشكل معين. أيوه. الخطوط متقاربه جدا، المسافات قريبه جدا، بيلعبوا لعب سهل. على الرغم ان ده منتخب الجزائر الثاني، ما لسه بتكلم اهو. ما انا بتكلم احنا، طب احنا ليه منتخب مصر الثاني ومعاه 4 5؟ يعني لو حجازي مش متعور، ولو اشرف مش متعور، ولو اكرم مش متعور، طب انت عندك 3 4 اساسيين بيلعبوا على طول، بيلعبوا الشناوي موجود، عندك 5 6 اساسيين، السولية اساسي، الطاق الخط ده كله يعتبر اساسي عندك بالنسبه لك، وبالاساس مع الشناوي ومع السولية ادي 5 6، ولو شريف ادي 7، يعني انت عندك او قفشه، يعني انت عندك 3
اللي قاسين خلينا نقول 60% من قوام المنتخب الاساسي بالظبط 60 65%. طب ليه ما بقاش انت ليك شكل اصلا اللي ليه ابدا اقول هي دي الطريق لازم اللي يجي عليك ما فيش مشكله. هو ليه الفرق الشاسع بين محمد صلاح مع منتخب مصر ومحمد صلاح مع ليفربول؟ السرعه، تفكير، الريتم، رتمنا بطيء قوي يا احمد. يعني حتى بتلعب السودان يا راجل، بتلعب لبنان، ايه ده يا جماعه العبوا بسرعه. يعني 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 لازم يبقى في يعني وحده في التمرين على السرعه في التفكير، افكر قبل ما العب انا بستلم امتى وبحط امتى واشتغل امتى. بس اسمح لي يعني خليني اقول انه فكره المنتخبات نوعا ما، يعني انت برضو تصحح لي، يعني الراجل هيشتغل على امتى؟ يعني ما يمكن ده جزء من طريقه او ثقافه اللاعب المصري. هو الراجل بيتجمع اللعيبه او بيختار اللعيبه اللي عندها قدره انها تنفذ، هو شايف فيها ان اللعيبه دي عندها قدره انها تنفذ اللي انا عايز اعمله في الملعب. هقف عندي دي بقى معلش، اتفضل. يعني لسه هشتغل مع اللعيبه عندها ايه؟ عندها ايه؟ عندها القدره. يبقى انا اختياراتي للي تقدر يطبق الفكر بتاعي يا احمد. ما هو دي مشكله. يعني بص انت عندك راجل مختار احسن عناصر. ما انا لسه هقول لك اهو، ما انت عندك منتخب مصر عندي كام لعيب؟ 1000 لعيب بختار وبيتفرج. يعني الراجل اتفرج على كل الماتشات منهم دلوقتي. البنك الاهلي فيه كم 8 فرق من الدوري ما فيهم لعيبه دوليه دلوقتي، ودي من فتره كبيره ما حصلتش. يمكن دي التغيير الوحيد اللي في منتخب يعني مصر. يعني الاهلي من كابتن جوهري بالظبط، ما فيش مدير فني، ما فيش بياخد تولى المنتخب، اربع انديه او خمس انديه كتير قوي، وسع قاعده الاختيار كده. فانا بختار اللي يقدر ينفذ لي الكلام ده. انا بيبقى في وحده اساسيه بالنسبه لي ان انا ازاي قبل ما 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 ما, ما يعني اباص كوره افكر والعب وان تاتش. لازم يبقى في وحده بالشكل دوت. شكلنا يا احمد كده معلش، لما تيجي تلعب فرقه تقيله وفرقه بتلعب لعب سريع احنا هقول لك حاجه، مصر كلها اي حد بيلعب كونفدراليه بيلعب افريقيه بيلعب تصفيات اي شكل، انت اول حاجه بتفكر فيها ايه؟ احنا بطء قوي، اللي هيلعب على الحته دي هيبقى عندنا بالنسبه لنا مشكله. فلازم ده التغيير ده لازم يبقى موجود دلوقتي واضح عندنا. بقول لك حتى مع الفرق قليله ان احنا بطاء. طب يعني اجيت ارى جهل على الجهاز طبعا مع الوضع في الاعتبار ان انا انا بشوف انا 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 بقيم، انا عندي قاعده اختيارات كبيره جدا 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 دلوقتي، ما فيش مشكله بالنسبه لي. لكن انا كمنتخب مصر فين بصمتي وفين شكلي وفين ادائي وفين الطريقه اللي خلاص لازم احفظ بقى المشكله. ده انا اوقف ساعه على جمله اعملها لو قررت صح وتنفذت بسرعه انت تكسب بيها. زي احمد سوري معلش بدون قطعك كلامك، لا اتفضل. زي الكرات الثابته تفتكر في بوركينا فاسو لما كابتن جوهري عمل الفاول بين طارق وبين حازم وبين حسام حسن؟ ايوه. كلنا قلنا متمرنين عليه. هل يعقل معلش بقى لازم دي توصل كويس قوي للناس، هل يعقل ان الكره دي اتعملت مره واحده، اتعملت بايزاوي كده مره واحده وخلاص؟ لا طبعا. ده اتعملت 50 مرة عشان تتعمل بالاتقان ده. ايوه صحيح. يبقى نفس القصه بالنسبه لي. يبقى انا الجمله اللي اشتغل عليها من تحت لغايه ما اوصل فوق يبقى في اتقان، في تكرار، في صرامه. انت اللي موقفك هنا ايه؟ لا انت تقف هنا، انت تتحرك كده، انت ما تجيش هنا، انت تروح هنا. دلوقتي حتى الجول اللي دخل فينا فين 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 زي ما بنتكلم نقول للمدافع، المدافع في الاول اول حاجه ليه ما يستلمش، المهاجم ما يستلمش، ونستلم ما يلفش ونلف ما يلعبش، واللاعب يعمل فاول. ده الف ب كوره يا احمد، الف ب كوره. الراجل بيستلم وبيعدي وبيبص وجول، واتعمل التاني مره هوش واحده وعدى وكان ممكن يجي جول. الجول ده دخل اتعمل التالت ورابع، اتعملت مره ثانيه يعني نفس القصه على 18. شالها الكره التفتيت الثاني، الكره دي اللي ضاعت بقى. ده يعتبر انفراد. ده هوش عدى وقع على الارض عملها الشناوي شالها. ايوه. فالكلام ده اساسي الف ب، يبقى في تدريبات تخصصيه. انا بيتهيألي برضو يعني جزء من الراجل وهو بيشتغل ومش بس بيجرب اللعيب بيشوف برضو الاخطاء فين، يعني أنا عشان يشتغل عليها في اللي جاي. انا بحب كده. لو هو بيشتغل على كده فعلا، لو هو بيشتغل على كده احسن هنقول مدرب في العالم المباراه. يعني ايه احسن مدرب في العالم المباراه؟ يعني انا بشوف اخطائي واشتغل عليها، بس فعلا يكون كده يا احمد. لان انا لما اخد اخطائي واقطعها، لا انت يعني مع كامل احترام طبعا الاشقاء العرب، وانا فرحان بالبطوله واشدت بيها على كل المستويات، فرحان بانه كاس العرب واجهه مشرفه للكره العربيه عشان كلامي ما يتفهمش غلط. لكن انت هتروح للكاميرون القصه غير، والمستويات غير، والمنافسه غير، والروح
حاجه ثانيه خالص، كل حاجه متغيره إيه؟ صح ولا كل ايه؟ طبعا يعني ده بنسبه يعني مليار في الميه. لسه بقول لك اهو، غير الكره اللي هنا الاول والثاني، بس انت حاسس عندك يعني بتشتم رائحه السرعه والاداء والقوه في فرقه الجزائر الثانيه. عندهم الجدع اللي اسمه طه الابراهيمي دوت، ده لعيب جامد. ياسين ابراهيم سوري، لعيب جامد قوي يعني معلش ده في مش هيلعب اساسي، خد بالك. طب انت بتتكلم ياسين ابراهيم مش هيلعب اساسي، انا مش شرط اجيب لعيب اساسي يبقى حريف، او مش شرط اجيب لعيب اساسي يبقى انا ياسين ابراهيم معجب بيه جدا. انا شايف انه لو اتحط في وسط الفرقه الكبيره، لا بيبان اللعيب، معدنه بيبان وشكله بيبان. معاك حق، فده لما ينضاف يعني بص، اتشال واحد من ال 11 وتحط ياسين الابراهيمي، اوكي هتحس بفرق؟ مش هحس بفرق. صح، اتنين تلاته مش هحس بفرق. ده اللي انا نفسي يعني اصبو اليه بالنسبه لمنتخب مصر. أيوه. يتشال واحد، يتشال اتنين، يتشال تلاته، ما مش عندي مشكله. انا عندي مشكله دلوقتي ان اللي انا بعمله كله مردوده في لعيب او اتنين او تلاته، والباقي كله ما هو دلوقتي اوت. انت بشكل عام انا قلقان بصراحه، يعني انا قلقان. ده سؤال جمهور، أنا مش سؤال محللين. لا 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 تمام، ده تمام، سؤال جمهور. تمام. انت بتبقى راضي عن اختيارات الراجل وراضي عن التشكيل اللي بيبتدي بيه وراضي عن التغييرات؟ يعني لا. الجمهور عموما برضو الحقيقه بالنسبه له كده، محدش هيساله ومحدش هيحاسبه بامانه. يعني لكن لا يا احمد، هقول لك حاجه، انا مش حاسس شريف غير ثروت، مش حاسه على الاطراف، مش قادر احس شريف غير هو راجل فيرويد. وبعدين فيرويد يشتغل امتى ويتحرك امتى ويتحرك ازاي مع الطرفين؟ يعني انا حتى عمر كمال عبد الواحد من مميزاته انه بيجري بالكره كويس جدا وعنده كنترول على الكره كويس قوي. ايوه، مش شيء حاسس ان هو يعني برضو انا متكتف لان هو انا عمر معذور، انا عارف. أيوه. عمر كويس جدا، عمر معذور لانه منتخب مصر وثالث لقاء ليه طبعا، عايز يستمر، فعايز يطلع كل حاجه ممكن يتقيم من خلالها، ممكن يبقى تبقى عنده ظروف كتيره. ايوه، عنده يعني بيتهيألي كل واحد في الملعب النهارده كان عنده خبره مع ومشوار طويل مع المنتخب، عدد ماتشات يعني، او لسه بيبتدي اول مشوار ليه، عنده رغبه في انه يكمل ويلعب كاس عالم لو تاهلنا ان شاء الله. انا يعني مش عايز ده واحد من الدوافع. فلو لعبت حارس مرمى هيقول لك بالظبط حارس مرمى. مش هقول لا، لا انا بتكلم في حته، هو كيروش برضه عمل حته كويسه، هو ما بصش سي مثلا لضياء بقاله سنه اتنين تلاته، لعب عدد قد ايه من المباريات، لعب دولي قد ايه، راح فين، ما بصش ليه خالص. هو شاف اللعيب الكواليتي بتاع اللعيب جوه الملعب. أي. فقط لا غير، وكانت اختياراته معظمها بالشكل دوت. والدليل عندك طارق حامد، خمس ست سنين منتخب مصر وراجل ركيزه اساسيه في المنتخب، يطلع بره فيتحط مش عارف مكانه مين، يتجاب مهند لاشين من الجيش، فدي حته قال ان هو بياخد اللعيب على الاداء الفعلي اللي هو شايفه. ما بيبصش لسيره ذاتيه اللعيب. ما شافش شريف جناح عشان يختاروا جناح يا كابتن داير، ما دي اللي مستغربها. يعني هو ما شافش شريف، يمكن حد من الجهاز عشان يمكن حد من الجهاز يقول له نشوفه على الطرف، مع ان المشكله دي يا احمد تتحل لما ما يكونش عندي اطراف اصلا. لكن انا عندي اطراف، يعني انا عندي بالطبيعي ده انا ممكن العب عمر كمال طرف وما لعبش شريف طرف، ممكن العب احمد رفعت ولاعب احمد رفعت الطرف. ما هو عندك مصطفى برضو يلعب طرف، مصطفى فتحي يلعب طرف. لكن يعني الحكمه من كده مش فاهمين. هقول لك، لا هو ممكن بيحب يعمل تغييرات. والله السؤال ده قتل بحث انا كابتن. لا يعني هو ممكن بيحب يعمل تغييرات من جوه الملعب. يعني وفي لعيبه كده الناس شرباها، عارف زي يعني فاهم، من غير ما حد بيتكلم ومش لاقين اي مبرر مقنع لاختيار اللاعب ده بالتحديد، او الحته دي ده يبتدي اساسي او ما يبتديش. وفي بديل لسبركاتو طبعا، لان انا في النهايه ده منتخب بلدي يعني هدعمه تحت اي ظرف من الظروف. لا يا احمد، احنا بنتكلم، احنا حتى لو قلنا اسماء يا احمد معلش، احنا بنتكلم في الصالح العام دلوقتي. احنا دلوقتي بنتكلم على منتخب مصر، مش على فرقه الاهلي او على نادي الزمالك او فرقه البيراميدز او لا، احنا بنتكلم على منتخب مصر وعلى الصالح العام. انا بقول لك انا مش شايف اي تغيير بامانه. طيب ابلغك بس انه المباراه راحت لاكسترا تايم زي ما توقعت انا او قابلت حضرتك. ده طبيعي، ده طبيعي، ده طبيعي، يعني لان بامانه بقول لك الماتش فيه استحواذ. وعلى فكره كلمه الاستحواذ دي لا علاقه لها تماما بنتيجه او بشكل او باداء. استحواذ انا بستحوذ، لكن انت عملت لي ايه في الاستحواذ دوت؟ ضيعت لي كام كوره؟ شوت كام كوره؟ وشوت كام كوره في الثلاث خشبات؟ صوبت كام كوره صح؟ وصلت قد ايه؟ عملت لي كام كوره من الاطراف؟ الراجل اللي تحت اللي هو نمر 10 اللي هو يعتبر قفشه، نزل استلم علشان تبدا انت توصل له الكوره ويبدا هو يشتغل على الاطراف ديت. يعني يعني الكلام ده كله مش شايفينه، وانا مش شايفه. عشان يعني عشان برضو نبقى يعني منطقيين، انا هطرح كل السيناريوهات اللي ممكن، لان في حاجات ممكن تبقى مش واصله لنا. يعني
يعني وعشان كده ابتديت معاك بالتفاوت او التباين في مستوى المنتخب، لانه ده علامه استفهام. قد يقول قائل يا جماعه المنتخب ده في حاجه مهمه جدا غايبه عنه، وهي الانسجام. يعني لما اجي اقول لك اسماء زي عمر كمال عبد الواحد، زي مهند لاشين، زي احمد رفعت، زي ياسين السدرات، زي احمد ياسين، زي مصطفى فتحي، زي يعني اسماء كتيره جدا، مروان زي مروان حمدي. الاسماء دي لسه يا دوبك داخله في قماشه منتخب، فبالتالي ما انسجمتش قوي، ما خدتش من الراجل فكره بشكل كامل، ما انسجمتش قوي مع اللعيبه، والانسجام ده واحد من العناصر المهمه جدا في اي فرقه. فبالتالي استنوا لما الناس دي يعني تخش في القماشه بتاعه الفريق وتفهم وتطلع احسن ما عندها. احمد انا عندي ده سيناريو برده ممكن يتقال، عندي تحفظ صغير جدا بالنسبه للنقطه دي. ما عنديش مشكله تمام. الانسجام ده بيبان في بقى في شكل اللعب، لكن في اساسيات في الكوره، اساسيات انا بختار عليها لعيب. يعني عشان تختار لعيب مصر، منتخب مصر، لعيب منتخب يبقى عنده اربع خمس اساسيات انت تاخدهم من غير ما تتكلم، مجرد ما انا اقول لك انا محتاج دي واصله لك يا احمد على طول يعني. لكن مش لسه زي ما انت بتتكلم كنت بتقول لي من الاول ابدا اعلمه، اقول له ازاي يستلم وازاي يلف وبيستلم وهو بالجنب ما بيستلمش. هو انا هستنى لما اجي المنتخب عشان اعلمه ده؟ هو ولا باجي المنتخب؟ الله ينور عليك. طيب يعني انا بتكلم في ايه؟ انا بتكلم في الحته دي. وبعدين خصوصا ان انا في المنتخب، يعني المدير الفني بتاع اي فرقه كوره، اي نادي، عنده وقت كامل يشتغل ويعمل معسكرات ويحضر ويصلح ويقف ويعيد ويزيد. لكن تجمعات المنتخب فين وقد ايه؟ ده انا يعني ما عنديش وقت. يعني لو انت قعدت الفتره قبل كاس العرب، احنا ما نتكلم يعني ما نقدرش نتكلم ولا نقدر ناخد على كروش ان هو يعني عمل حاجه، لان الوقت قليل جدا. 3-4 ايام قبل اي مباراه، 3-4 ايام الراجل هيعمل ايه؟ الناس جايه له بتكتكس معين، بشغل معين، عشان تغير الكلام دوت محتاج وقت. لكن انا دلوقتي بقول لك كاس العرب قبلها اطول فتره ممكن يقعد فيها كروش مع المنتخب هي الفتره دي. انا كنت اقصد يبدا يحط سيستم بقى، لازم هو ده سيستمنا وده شغلنا ودي وحدتنا. في وحده اساسيه لازم تبقى وان تاتش، في شغل لازم يبقى ازاي استلم وبشكل بانهي وضعيه. يا احمد دي في مشكله، ده في لعيبه فعلا للاسف منتخب مصر بتستلم بظهرها. يعني طب ازاي راجل في وشك استلم واحط وابدا افكر وابدا ابص؟ طب ما في وشك ما تحط له ابدا اتحرك. في لعيب ده في كوره، يعني انا شفت لعيب بتاع عمر ومش فاكر مين، كان شريف ولا مين، راجل واقف على الطرف وبيستلم، لو عمل الاوفرلاب عشان يحطها له خلصت، الراجل واقف ما اتحركش. خلي بالك ده كل دوت تحليل للتحرك. الراجل واقف ودخل، طب ما تخش لجوه واطلع وحطها له وابدا اشتغل براحتك جدا. ما شفتهاش، ما بشوفش لغايه دلوقتي احمد، معلش مع احترامي بقى الناس بقى تزعل مني، الناس تقول ما شفتش شكل اداء من اول الشناوي لغايه الفرود اذا كان حمدي او شريف او اي حد بمره او اثنين او ثلاثه. كل الشغل اللي بيحصل في منتخب مصر او في معظم الانديه يبقى اجتهادات فرديه ومهارات فرديه للاعيب ومزاجيه. انت مزاجك كويس النهارده وحالتك كويسه وتمام، تكسب السودان 5 اكسب 20 لكن شكل. طب انا السودان دي، معلش انا اسف مع احترامي الكبير لفرقه السودان الشقيقه اللي كانت في يوم من الايام عندها مش عارف عزب، وكان عندها مين وكان عندها مين، كان عندها لعيبه كبيره جدا ولعيبه تقال مثلا. الناس دي للاسف ما تعملش شكل انت تقال عليه اشتغل واحده وان تاتش. طيب خليني اخد رايك كمان في تغييرات كيلوش النهارده في المباراه، بما انه خلاص المباراه بدا الشوط الثالث الاضافي فيها، واسمع رايك في تغييرات وتبديلات كيروش وتاثيرها على او اللي تتوقعه بقى في شوط ثالث وشوط رابع على مستوى منتخب مصر. بس اسمح لي هروح لفاصل سريع واخير ونرجع لكابتن ضياء عصام مره ثانيه، وارجع لحضراتكم في السادسه. الصراع بين الليفر وبين تشيلسي مازال مستمر، وخليني اقول لحضراتكم اللي ما تابعش يعني انه المباراتين اللي انتهوا بفوز ليفربول وبفوز تشيلسي في اللحظات الاخيره، وصلاح سجل زي ما قلت لحضراتكم ضربه جزاء بمناسبه. ويمكن هاجي الموضوع ده، طبعا حضرتك عارف انه تشيلسي وليفربول الاثنين بينافسوا على لقب البريمير ليج، والاثنين عندهم لعيبه مهمه جدا ومؤثره جدا في الفريق، الاثنين هيشاركوا في بطوله امم افريقيا، صلاح وساديو ماني من ليفربول، وحكيم زياش وماندي من تشيلسي. هل تتوقع ان ضغوط الفرق الاوروبيه على الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي بقى، ما اعتقدش ان هم ليهم سلطه او ان هم يخاطبوا الاتحاد الافريقي، هل ممكن تجيب نتيجه؟
ما اعتقدش لسبب واحد. النادي الاهلي عنده مشكله والناس كلها عارفاها، كاس عالم انديه، تصفيات افريقيا، المسافه بين دي ودي تقريبا حاجه و20 يوم. لو الاهلي كمل او منتخب مصر كمل لغايه اخر التصفيات بيخلص يوم 9، النادي الاهلي عنده ماتش تقريبا اخر بطوله يعني. فبرضه دي لو 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 هيبدا يتكلم على حته ان الفيفا تبدا تقول لا نقصر او نقلل او نزود او يبقى ناجل او نرحل، طب النادي الاهلي كان اولى. بتلعب في بطوله كاس عالم انديه وبتلعب في تصفيات افريقيا وتصفيات كاس عالم، فدي بتهيألي على ما اعتقد يعني هتبقى الضغوطات دي مش هتتحط في الحسبان على ما اعتقد. ضغوط الانديه ما اعتقدش هاجي معاك لكاس العالم وهاجي معاك. طبعا عندنا ماتش مهم جدا الاسبوع اللي جاي خلاص، يعني زي الاربع اللي هو في اخر الاسبوع ده اللي بعده هنواجه الرجاء. هاجي الكلام طبعا الاهلي، بس خليني الاول اسالك سؤال كنت بقوله لك قبل الفاصل، رايك في تغييرات كيروش لغايه دلوقتي؟ هو استبدل مصطفى فتحي وحسين فيصل بشريف وقفشه، ويمكن في بدايه الشوط الثالث نزل احمد رفعت. شايف التبديلات دي ازاي؟ يعني انا شايف ان قفشه متاخر شويه، يعني برضه هتبقى ترجع لحسب حاله قفشه، لكن انا شايف ان قفشه كان متاخره شويه، كان لازم قفشه ينزل بدري شويه. مش باين ان حد بيلعبنا زي ما قلت لك يا احمد، احنا الـ 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 الخطوط بتاعتنا مش متقاربه، الخطوط مش قريبه من بعضها، مفيش حد يقدر بيربط اللاين فيرويد مع الخط الدفاع. على ما اعتقد ان كان لو قفشه نزل بدري شويه كانت ممكن بقت الهيمنه لينا يعني كويسه اكتر من كده. شريف يمكن برضو مصطفى شايف ان هو مش موفق في كام كوره، حاسس ان هو مش موفق قوي في النهارده في المباراه. شريف كان ممكن يبقى برضو زي ما بقول لك يعني عنده حته بيتحرك كتير قوي، بي 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 مصر احرزت الهدف الثاني واحنا بنتكلم دلوقتي. تمام، طب كويس اتطرقت من الناحيه اليمين من شريف اكتر من رائع الحقيقه. لسه بتكلم ولسه بتكلم نفس الطريقه اللي انت بتطالب بيها يا كابتن ضيف، يروح يرجع هي دي انا شفتها في قطر في الخمسه. الراجل بيعدي اول ما بيوصل على خط المرمى يا احمد، طبيعي لازم لبره او لتحتيه على طول بحيث يبقى فيه امكانيه، فده الطبيعي الواحد لازم يتكلم فيه. المفروض هنا بتكلم فيها في حته الجهاز، ان التحرك ده انت بتكلم لعيب منتخب مصر، معلش مش لعيب نادي قسم تاني ولا قسم تالت ولا حتى لعيب لسه من فرقه لسه صاعده. الكلام ده بيفرق جدا في التقييم. طب يعني واحنا في اللحظه اللي بنتكلم بيها عن التغييرات، اللي صنع على هدف محمد شريف واللي احرز الهدف احمد رفعت، والتغييرات تقصب للراجل. طب لسه الاول ما انا بقول لسه متاخره شويه، لكن انا لكن يعني هقول لك حاجه، اللي بدا يعمل الكلام ده كله برده مش هرجعه لقفشه بس، لا هي رغبه دلوقتي من الفرقه برده. يعني المشكله ان احنا كمصر او كمنتخب مصر، انت بتلعب الاردن ما بنلعبش غير لما بنحس ان احنا خلاص هنتخنق وهنضغط فنبدا نطلع اللي عندنا، وده اللي حصل في ماتش الجزائر في التايم الثاني. انت واخد نص ساعة في الطيب التاني، مفيش المبادرة دي. طب ليه؟ انا بتكلم وطبيعي، ولو عملها مستر كيروش يبقى وصل بينا اكتر من 50%. بس انا حضرتك حاجة، اقول لحضرتك حاجة. دي حتة دايما بيجدها المديرين الفنيين اللي بيعرفوا يتعاملوا مع اللعيب المصري. يعني كابتن جوهري كان بيحفز اللعيبة بحيث وهم طالعين من اوضة اللبس نازلين ملعب في وحوش نازلة. كابتن حسن شحاته كان برضو بيعمل ده، يعني تحس ان منتخب مصر نزل من الاول، انا من اول لحظة لاخر لحظة هلعب كورتي. مش كل الناس بتنجح في انها تخلي اللعيب المصري يطلع اللي عنده، يبقى صاحب مبادره من اول دقيقه لاخر دقيقه. في ناس او في لعيبه او في اجهزه فنيه بتخلي اللعيبه تبقى بس رد فعل، ما يديش اللي عنده الا لما يحس انه في موقف خطوره او بالزبط. انه معرض للخساره او يعني اي حاجه من النوع ده. اقول لك حاجه بالنسبه للتحفيز دوت، وكابتن جوهري في ماتشنا مع 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 الزمالك في كان دور الثمانيه في كاس مصر، لما حصلت المشكله وكابتن صالح ربنا يرحمه، هو كابتن جوهري الله يرحمه، خدوا القرار ان احنا هنلاعب الزمالك. انا طول الفتره ديت انا بكلمك حته التحفيز، طول الفتره دي انا كنت اساسي وعامل نشاط عاليه جدا جدا وراكب، ويعني يعني كنت احسن فتره اللي هي كانت وقتها مع النادي الاهلي. تمام. جه كابتن جوهري جالنا قبل المباراه بيومين بالظبط يوم الجمعه وحط التشكيل. انا الوحيد اللي من التشكيل متوقع بره. انا زي ما اكون خلاص انا صدمه ايه ده، انا خلاص انا هطلع، انا خلاص انا مش قادر خلاص انا هموت. يعني كل الماتشات دي اساسي وعامل ماتشات كويسه جدا، طب انا الوحيد ازاي؟ عمال افكر. فجالي واحنا التقسيمه شغاله، والله العظيم احنا زي ما بقول لك كده، قال لي ايه يا ضياء في ايه؟
قلت له لا يا كابتن مفيش. هقول ايه طبعا ما اقدرش اتكلم إيه مفيش. فبيقول لي ايه في ايه؟ قلت له مفيش يا كابتن جوه، مفيش يا كابتن عادي ولا عادي والله. قال لي يا ضيه. قلت له ايه يا كابتن؟ قال لي انت هتلعب. بص بقى الكلمه بتاعت التحفيز يا احمد. قال لي انا بوزن الفرقتين بيك. انت عارف يعني انت الوحيد اللي في خط الظهر الاساسي مش موجود الفرقه الثانيه، عشان انا اوزن الفرقه الثانيه وانت هتلعب. هتلعب انت تعمل ايه بقى؟ ده انت مش تاكل النجيله، ده انت تبلع النجيله. انا عايز اقول لك على الحته ديت عملت ايه بعد كده. الحمد لله الواحد كمل الاهلي والترسانه والاسماعيلي وخدنا كاس مصر، والواحد كان يعني خلاص يعني خد لولا بس موضوع كليه الشرطه. لكن انا بكلمك على حته التحفيز، وكابتن جوهر كان بيجي يتكلم مع اي حد ياخده يقعد يتكلم معاه. انا على ما اعتقد ان من الصالح العام لمنتخب مصر الحته اللي انت قلتها دي يا احمد، يا اما طبيب نفسي. طبيب نفسي مش طبيب نفسي، لا طبيب نفسي رياضي، اخصائي نفسي رياضي. يقعد يقول في شغل كتير جدا بره الملعب يدي لك تاثيره الجامد قوي جوه الملعب. احنا بناخدها بطريقه مش كويسه، او بنفكر فيها بشكل مش احترافي. بره على فكره في انديه في العالم كتير جدا، ويعني اسماء من اكبر الاسماء. معلش ما تقولش في انديه، قول ما يعني قليلين جدا اللي ما بيشتغلوش على الموضوع دوت. واي لعيب هتلاقيه طالع ونجمه سطع جدا ليه اخصائي نفسي بيقعد معاه مره او مرتين في الاسبوع. ده دايركت، انت اتكلمت غلط، انت قلت غلط، اشتغلت غلط، مالكش دعوه بالميديا. لا انت تركز مع كذا، ما تركزش مع كذا. في حاجات بتتاخد وفي حاجات بيشتغل عليها. المفروض دي بتعلي قوي 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 من تركيزه، وفي نفس الوقت بتخلق الحافز ومع اللعيبه كلها. احنا فين الكلام ده بالنسبه لنا؟ يمكن فين الكلام ده بالنسبه لنا؟ احنا مش شايفينه كويس، ودي يمكن برضه ثغره عندنا. مشكله يا احمد، الاعلام لما بيصوت الضوء على لعيب عمل ماتش او بس انت معلش اسمح لي كابتن ضيه، عندك اسمين في الجهاز. انا طبعا يعني كابتن ضيه السيد مع كامل الاحترام والتقدير لاسم كبير، بس انا مع يعني مش حاسه في الفرق. لا 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 لا, لا, لا ضيه كويس. انا لكن انا اراهن مثلا في الحته دي على جمعه وعلى الحضري، الاثنين دول لا ودي اكتر صدقني. لا 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 انا مريت مع كابتن ضيه، ما اعرفش. لا 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 لا, لا ضيه نفسي بصوره غير عاديه حتى نظام المنتخب. أيوه. يعني كابتن ضيه يبقى هنا في السؤال، يبقى السؤال اللي يترتب هو بقى هو اللي بيدي لهم المساحه دي ولا كابتن كروش؟ بالظبط كده. هل الراجل مديهم الحته دي ولا قافل عليهم ده كمان؟ برافو عليك. يعني انا دلوقتي انا كان مدير فني، انا كنت بعمل احمد مدير فني داخليه وشرطه ونجوم مستقبل، كنت اجيب لعيبه شافنا كويسه جدا جدا بس عندها فاقدين ثقه في حته معينه او في شكل معين. اروح للمدرب العام اقول له اقعد اتكلم معاه بس في الحته دي، قول له كذا وكذا وكذا وكذا، وانا هقول للكابتن كذا وكذا وكذا. اجيب لعيبه انا اتكلم معاه اقول له طب انت فين؟ انا طب انت عايز تلعب وانت لعيب كويس وانت عندك وعندك، لكن انت مش مديني الكلام ده في التمرين او مش مديهولي في اللي انا عايزه. نفذ اللي في دماغي هتلاقي نفسك في الملعب. وبعدين ما تقلقش، ضيع روح. طالما يا احمد اللعيب هنقول على الفيرود، طالما اللعيب بيوصل. معلش لا اتفضل، لا اتفضل اتفضل. هو يعني مساحه شغل الجهاز اللي مع المدير الفني ليها اصول وقواعد، ولا كل مدير فني وليه مدرسته؟ وبالتالي السؤال اللي هيترتب على اجابتك دي ده صعب قوي يا احمد. السؤال لا مهم جدا، صعب قوي. لا مهم، انا هقول لك، صعب بس انا هجاوبك عليه، خصوصا لما اجي اتكلم على منتخب، لانه الراجل في النهايه خواجه. يعني مع كامل الاحترام والتقدير ما وصلش بمنتخب مصر كاس العالم، سلام عليكم وعليكم السلام، لكن اللي هيشيل ويحاسب على الفاتوره احنا والجهاز الفني اللي مع الراجل. هو ممكن ساعتها معلش لا اتفضل، لا 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 تمام، اجي اقول لك والله الراجل كان واخد صلاحيات ان احنا ما نتكلمش وما نتدخلش وما نعلقش، وبالتالي هسال انا كجمهور طب انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ يعني هسال كابتن حضري وكابتن شوقي وكابتن وائل وكابتن ضيه سيد، انتوا كان دوركم ايه في الجهاز؟ وليه قبلتوا تكملوا بالطريقه دي؟ وليه ما تكلمتوش وقلتوا انه في حاجات 1 2 3 قلناها والراجل ما سمعش؟ احييك على السؤال ده بامانه، انا احييك على السؤال ده. انا طلعت في برامج الدنيا والاخره، السؤال ده اول مره حد يساله بالاحترافيه دي. بص يا احمد، انا كراجل مدير فني ليا الصلاحيات في كل حاجه، خلي بالك مدير تمام. فني دي حط تحتها ليا الصلاحيات في كل حاجه. ليه؟ اول واحد بيحاسب مين؟ المدير الفني. جميل جدا. يعني انا لما اقول مش عايز حد من الجهاز يقعد مع العيب، واجي الاقي حد من الجهاز قاعد مع العيب، اعمل ايه؟ انت بت 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 بتعمل حاجه عكس اللي انا عايزها. أيوه. وبعدين انت بتمشي في لاين او في طريق غير اللي انا عايزه. حصلت مشكله، الراجل ده بيهد فيا، الراجل ده انا قلت ما يعملش لقيته عمل، اقول ما فيش تمرينه وما فيش مثلا سوري جيم قبل التمرين خلال الفتره دي. خلاص كده اجي الاقي مدرب العام او مدرب مساعد مدخل جيم. مدخل جيم ليه؟ اصل اقوله دي انا مش عايزك تقول.
انا بحط البرنامج وانت بتمشي عليه. الصلاحيات كلها للمدير الفني. ايوه خد بقى دي يا احمد، دي النقطه المهمه جدا. اختيارات المدير الفني للمجموعه اللي معاه هي اللي بتعمل الكلام انت بتتكلم فيه. بمعنى انا كضياء عايز احمد معايا مدرب عام، احمد عارف الشغل ضياء كويس قوي، فاحمد عمره ما يتخطى ضياء ابدا علشان عارف دماغ ضياء عامله ازاي. تمام. فلما انا اختار احمد عارف ان احمد هيزكي لي شغلي وهينجح لي شغلي. لكن لما اجيب احمد عن طريق سين وضياء جاي مدير فني مفيش لغه حوار. ايوه وهتبدا بقى ايه سوري هجنبك. انت رديت دي حاجه بتاعتك، عايز يبقى اسمك موجود، عايزك تبقى دي حاجه بتاعتك. يعني موجود موجود. ما هو طبعا انت شكلك موجود. انت بتتكلم في منتخب مصر او في نادي اهلي او لكن الطبيعي انا اخترت جهازي. ما هو انا باجي اقول لك دلوقتي ايه وبيحصل في معظم الانديه دلوقتي يا احمد، يجي يقول لك ايه هنجيب مدير فني لو هو بس في اقاليم وحتى من بره البلد، هنجيب مدير فني بس لازم بيشترط عليك ان يكون موجود حد من البلد او من النادي او من ولاد النادي معاك في الجهاز. معاك في الجهاز ليه؟ يفرض انت ما وفقتش يبدا الراجل يشوف شغلك ويبدا انت كنت ماشي ازاي شيل يكمل. يبدا يجيب يكمل عليه. لكن انت بتتكلم صح، لا هي طبعا الصلاحيات كلها للمدير الفني، لكن ما فيش رولز معينه بتتحط انك تمشي عليها. انا اللي بحط لان انا اللي بتحاسب. هو مين اللي بيحاسبني يا احمد؟ نتائجي وادائي. في هقول لك كمان حاجه كمان يعني مهمه، بس انا ممكن استخدم يعني انا الراجل مثلا زي كيروش، انا احط نفسي في مكانه جاي على بلد غريبه كره ما بتفرجش عليها انديه ما اعرفهاش وجاي امسك منتخبها في مرحله في منتهى الصعوبه والحساسيه. انا عندي هاجي هكمل تصفيات افريقيا، هطلع منها على بطوله كاس عرب، هطلع منها على كاس افريقيا، هطلع منها على مرحله اخيره في تصفيات كاس عالم، فالمرحله نفسها في منتهى الصعوبه. فطبيعي ان انا من الذكاء ان انا استخدم الناس اللي قاريه وفاهمه انها تساعدني. انا زي الكفيف، حد جاي مش شايف عايز اشوف، فلازم اسمع للناس اللي معايا. انا لازم ادي للناس مساحه كمان انها تشتغل. هغش منك حاجه حتى في النفسي، يعني زي ما انت كنت بتتكلم شويه ووائل الجمعه وعصام الحضري ما يعرفوش يشتغلوا على حته التحفيز والدوافع والحاجات طبعا دي. هغش منك حته صغيره انت قلتها من شويه، قلت انا مش هذكر اسماء، قلت لك اذكر احنا بنتكلم على منتخب مين؟ مصر. منتخب مصر. في بعض المدربين بتهمش تماما الجهاز. خد الكلمه دي مني وثقه يعني معلش. مدرب عام، مدرب مساعد، خط احمال، بتهمشهم الا 5-2 احماء وممكن بيدخل في الاحماء كمان. انا ما شفتش في تخيل، انا ما شفتش في لقطه واحده مستر كيروش واقف بيتكلم او مع ضياء السيد. مع ضياء السيد يعني من اول ماتش اتلعبه لغايه النهارده ما شفتوش حيران. يا اما واقف يا وائل، يا اما المساعد بتاعه اللي هو جايبه اللي هو الراجل الثاني اللي جايبه معاه. تمام كده، ما شفتش، ما حسيتش انه الراجل يمكن هو بيديله ادوار احنا مش شايفينها. لكن برضه لان الكاميرا هي اللي بتجيب الكلام دوت على فكره. يعني فالكاميرا يمكن ما تجيبش اللي ورا اللي ورا الكاميرا. ممكن يبقى في كلام كتير جدا، وعلى ما اعتقد يعني هو مش بالدرجه دي، لان الراجل هو راجل اسم كبير. وعلى ما اعتقد قبل ما بيحط الاستراتيجيه بيقعد مع كابتن ضياء، بيقعد مع شوقي، بيقعد مع عصام، يا جماعه عايزين نعمل 1 2 3 4، دورك يا كابتن ضياء، دورك يا كابتن شوقي، دورك يا كابتن حضري، هتعمل كذا وهتعمل كذا وهتعمل كذا. وده يمكن مليار في الميه يعني الله اعلم، هو برده مش عايز اظلمه، لكن بياخد رايهم في التشكيل ولا لا؟ يعني ممكن يجي مدير فني يقول لك احمد نحط له تشكيل، هم اكيد حط له تصور. بص انا ما اعرفش حاجه، عمري ما رحت تجمع، ممكن ما بياخدش برايهم، بس هو اكيد ما بياخدش برايهم. انا بقول لك ممكن انا كمدير فني انا كنت بعمل كده، حط لي تصور للتشكيل واجي للمدرب العام او مدرب مساعد حط لي تصور، حتى مدرب حراسه المرمى حط لي تصور، خط احمال حط لي تصور، وابدا انا اللي شاكك فيه ابدا اتناقش. طب انا الماتش دوت انا محتاج حد يهاجم، خلي بالك يا احمد، حد يشوط، حد يلعب دماغه كويس، حد بيصوب، حد بيمسك الكوره، ليها ظروف، وكل خصم ليه الطريقه وكل شغله ليه طريقته يعني. صح. انا بس 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 في في, في الاطار العام انت ليك طريقه، ليك شكل، ليك سيستم، بتبدا ازاي؟ ما هو في حاجات ما بتتغيرش، انت عندك قوام اساسي، عندك عمود فقري للفرقه، ده اللي اي حد بيخش يخرج الفرقه شغاله. طيب وماشي عليه. بمناسبه القوام الاساسي، مين ظهر مع المنتخب في بطوله كاس العرب وشايف انه يستحق فرصه انه يكمل في الفتره اللي جايه؟ يعني مش مع عوده الاسماء اللي غايبه، انت عندك عدد كبير من الاسماء غايبه، فبالتاكيد هياثروا على فرص ناس في المنتخب، لكن شايف مين يستحق يعني فرصته دي انه ياكد عليها ويستمر مع الاهلي مع المنتخب مصر في بطوله افريقيا؟ يعني هو برضو يعني انا عايز اقول لاحمد
السؤال جميل، لكن التقييم للاعيب اخاف اظلمه. يعني انا شايف حسين فيصل مثلا عمل ماتش كويس جدا جدا ضد الجزائر، ماتش كويس كويس قوي، والسودان عمل ماتش كويس، عمل شغل كويس. عندك مهند لاشين يعني برضو تقدر تتوسم فيه حته ان هو القوه والانقضاض ورؤيته على الكوره وعينيه كويسه كويسه. لو قلنا شريف، ما انا مش عايز احط شريف برضو اساسي ولا لا، ما هو مش عارف هو دماغه ايه. شريف لو خد، وبقى لسه بتكلم على الحته دي يا احمد دوري جد، شريف لو خد سترايك فيرويد صريح جوه ال 18 صريح تسعه، بص مع شريف عايز يترجلش، عايز ياخد ماتشات كتير وخبرات كتير، وعايز تقعد تتكلم معاه كتير. شريف عينه كويسه جدا جدا جدا. ماشي انا معاك، مش مختلف، ثق وتاكد بس دوت. خليني اقول لك حاجه، يعني انت كنت لسه بتقول على سبيل المثال صلاح، ليه صلاح مع المنتخب مش زي صلاح مع ليفربول مجموعه؟ طب ما هو ليه شريف مع المنتخب مش زي شريف مع الاهلي؟ ما هو لسه انا بتكلم اهو، يقول لك عايز تعمل ايه؟ يترجلش. يعني يترجلش؟ يعني شريف عرف خلاص لما بيبقى على الطرف مثلا عندنا حسين، او على الطرف الناحيه الثانيه مثلا بيكمل معلول، او بيكمل وليد، او بيكمل اي حد من على الطرف، عارف هو عارف ايه اللي هيحصل، فبيبدا يتحرك على تحركاته. لكن في المنتخب لسه ما حفظش، ولسه الراجل ما اداش ادواء، يعني المسار اللي بيحفظه دي مشكلتي. طب هقول لك حته، شريف بصوت عالي، يعني انت عايز تقنعني ان شريف وهو بيلعب مع المنتخب كان قاعد على الدكه، او كان حتى بيلعب كجناح، ما بيسالش بينه وبين نفسه، دماغه مش مشغوله بفكره هو ليه الراجل مقتنع بيا هنا ومش شايفني راس، يعني راس حربه؟ هو انا ليه ما بلعبش في مركزي؟ يعني السؤال ده شريف ما بيسأل، مش شاغل مليار في المية بيسأله. وانا بقول لك ممكن يكون حاطه، ومش ممكن ده كمان يبقى مؤثر على مستوى لعيب زي محمد شريف ممكن، وممكن يؤثر على اللعيب اللي شريف بيلعب مكانه. يعني انا لو كان على مستوى فتحي مثلا، جه في ماتش لبنان شويه تقريبا لعب مصطفى، او لعب في مش عارف ماتش ايه، كان كويس جدا، كان باينه ظاهر وعدي وبيشوط، الراجل بيلعب في مكانه، فبقيمه على ايه الاساس؟ انا بلعب انسايد ليفت، ويجي شريف يلعب عليه هو اصلا فيرويد. طب انا ما بلعبش ليه؟ صحيح، خلي بالك انت جبتها لشريف. طب هو طب بيلعب مكان شريف، طب بلعب شريف، انا طب انا طب ليه؟ طب واخدني ليه؟ طب ده انا اصلا بلعب هاف ليفت، او بلعب مثلا وينج ليفت او وينج رايت، طب انا ما بلعبش ليه؟ على ما اعتقد هو بيفكر في حته لو اتزنق والنتيجه مش ماشيه معاه، ممكن اخد شريف، بالنسبه لشريف اخد شريف واحطه فيرويد تاني مع الراجل اللي بيلعب فيرويد، كان بقى حمدي او اذا كان بقى لو اتزنق في البطوله دي. يعني تقصد ولا لا دي انا على مدار على دي؟ لا عموما انا بتكلم في العموم. انا بتكلم في العموم دلوقتي، انت في الحته دي، يعني انت وينج رايت، وطبعا وينج رايت عندك صلاح، يعني هيبقى طبعا لو كويس هيبقى اساسي، لكن في الليفت دي انت عندك 6-7 اسماء ضرب نار، اخرهم محمد شريف مع كامل التقدير لقدرات شريف تماما. يعني عندك مرموش بيلعبها، تريزيجيه لو فايق بيلعبها، رمضان صبحي بيلعبها، والله شايف احمد رفعت عامل شغل فيها. طب انا اقول لك حاجه بقى، اكتر واحد فعلا، وبغض النظر انا قلت الكلام ده هنا وقلته في كل يعني الاماكن اللي بطلع فيها، اكتر واحد بينفذ صح كلام مدير فني تريزيجيه. ناس كتير كانت بتنتقدني لما بتجي بقول لهم انني دوت من اكتر الديفندرات المحترمه اللي في منتخب مصر. يا كابتن اصله مبيع يا عم، انت عارف هو مطلوب منه ايه؟ الراجل مؤدي وفي منفذ، تفرق كتير جدا يا احمد ان انا ابقى منفذ لتعليمات الجهاز الفني والمدير الفني والتعليمات اللي مطلوبه مني، وانا بقى على المزاج ولا للي بيرجع للجمهور. ده بعيد. والدليل هات لي حد كده كان بيستبعد منني او ما بيلعبش منني يعني بيكون موجود. دي نمره واحد. نمره اثنين، معلش سوري، هو قليل جدا على ارسنال على النني يبقى فريق بيلعب اساسي، والراجل في وقت من الاوقات كان كابتن تيم، ويبدا يشتغل ويتجدد سنه واثنين وثلاثه في موجود في الفرقه دي، واجي اقول يا جماعه اصله اعتباطا موجود. هو يعرف حد هناك مثلا في مجلس الاداره هيأيده عشان ياخد منه؟ رئيس مجلس الاداره يبقى خالي. او وكيل هيلاعبه فياخد منه 20% مثلا. الناس دي ما بتفكرش كده. لا بص بقى، هو راجل مؤدي وبينفذ التعليمات بالظبط، اللي حواليه بقى يا اما يخلوه كويس يا اما يقول لك لا اصل نني يا جماعه بتكلموا في ايه؟ ما هو دي بقى واحد اللي بيقعد على القهوه وبيشرب كوبايه الشاي، غير اللي بيقعد وبيقيم المباراه في تحركات. انا لسه بقول لك دلوقتي في حاجات سحريه لو اشتغلنا عليها بتلاقيها موجوده بره الدايركت. تمام، دايركت موجوده الف ب يا احمد. هقول لك حاجه وارجو انك تلاحظها كويس قوي، شوف في كل الدوريات الاوروبيه لو لقيت لعيب
على 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 خط المرمى ناحيه الكورنر وجاي له لعيب تاني من الخصم بيزق الكره فيه عشان ياخد اوت ولا عمري ما شفتها ولا هشوفها الا في مصر. دي ثقافه زي ثقافه الاستلام والتسلم، زي ثقافه التحضير قبل ما تجيلي الكره بحضر انا هلعب لمين وهقول ايه. زي انا بستلم هنا انا 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 بلعب باك رايت اوكي واستلمت الكره، مين اللي بيجيلي المفروض؟ يا هاف يا بيجيلي بلاي ميكر يا اما بيجيلي سرد باك، ولما بيجي السرد باك في المكان دوت او بيجيلي الديفندر في المكان ده او الوينج انا بتحرك ازاي؟ ده اللي المفروض يا احمد لازم مستر كروش يعمله عشان يبان اثره وشكله على منتخب مصر. مين اكتر منتخب عجبك في الجزائر؟ الجزائر بدون انا الجزائر فرقه تقيله، مش قطر ومش المغرب. لا قطر ما عجبتنيش قوي امبارح شفت. لا 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 المغرب يعني على فترات، تونس على فترات، لكن الجزائر لا يا جماعه فرقه محترمه. انا بحس ان فرقه بامانه فرقه من اوروبا بتلعبني شكل محترم، اداء محترم، بيلعبوا كرة سريعه للاخر اللي احنا بنفتقدها او بنتمناها في منتخب مصر. يعني تونس ومصر لو ان شاء الله باذن الله في الدقائق اللي جايه دي مصر ضمنت التاهل، مواجهه هتبقى صعبه، مواجهه في المتناول، مواجهه سهله من وجهه نظر كابتن ضيا. ربنا يسترها يا احمد بامانه. معنى اللعيب المصري بيبان وقت الشده وبقت الصعوبه، لكن اتمناها مصريه واتمناها صعبة. ما ندخلش يا احمد صعبه جدا. اقول لك حاجه، اتمنى ما ندخلش متاخر زي ما دخلنا النهارده متاخر. اتمنى مصر ما تدخلش، لو ربنا كرمنا النهارده وكسبنا المباراه اتمنى من 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 كل قلبي مصر ما تخشش مباراه تونس متاخره زي ما دخلت النهارده وزي ما دخلت مع الجزائر. ده للاسف، لكن بره احترامي الكامل احترامي. ايه الحاجات يعني لو قلت لك السودان. ايه الحاجات الاساسيه بس سريع، انا عايز انا أيوة مش عايز ادخل أيوة أيوة ايه الحاجات الاساسيه اللي على المنتخب المصري انه يتفاداها، اخطاء ما يكررهاش شفتها في ماتش لبنان وماتش السودان ماتش الجزائر ماتش الاردن في مواجهه تونس؟ الالتزام الدفاعي، المان تو مان، الربع الاخير بالنسبه لنا احنا، هو الاولاني بالنسبه لينا، الاخير بالنسبه للفرقه الثانيه. أيوه. التزام التزام التزام، يعني انا ضلك لو التزمنا الحته دي كويس قوي واشتغلنا عليها شغل فردي شغل فردي على طول هتفرق كتير جدا 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 معانا في ماتش تونس. انا بكلمك لحد اللحظه ولسه ما ضمناش التاول، بس ان شاء الله كسبانين 2-1 وخلاص فاضل دقايق. المغرب الجزائر مواجهه، انا بستصعبها، لكن انا بقول لك انا شايف الجزائر فرقه محترمه. الجزائر فرقه انا محترم. شايف الجزائر فرقه محترمه. اكتر فرقه عجبتني في في في, في بعض الامور الفنيه اللي يفهمها واحد تقني، واحد فني بيقرا لغه الكره السريعه والشغل السريع ومفيش تعطيل وبيلعبوا السهل واللي واضح جدا ان هم فعلا متمرنين كويس. ايوه. النهائي تتوقع يكون مين اطرافه؟ مصر نتمنى اتمنى الله. طبعا ان شاء الله مصر والجزائر. مصر والجزائر كلاكيت تاني مره، بس هيبقى تاني مرة. مصر يبقى مختلف يبقى تماما عن المواجهه الاولانيه. كابتن ضياء عبد الصمد بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، شرفتنا ونورتنا في السادسه، ونسيبك تستمتع بالدقائق الاخيره من مواجهه مصر والاردن. بشكرك شكرا جزيلا كابتن ضياء. بشكر حضراتكم كمان على المتابعه وعلى كل خير، نتقابل بكره على شاشه الاهلي في السادسه. تحياتي لحضراتكم.